حلقة جديدة ومتابعات إخبارية جديدة تتابعون فيها آخر أخبار وتطورات جائحة فيروس كورونا حول العالم وجهود الدول لمحاربة الفيروس واستمرار حملات التطعيم في مختلف أنحاء العالم وغيرها من المواضيع الأخرى. نبدأ بأخبارنا المحلية حيث قرر مجلس الوزراء عودة الجماهير الرياضية للملاعب باعتبارا من بدء الموسم الرياضي الجديد 2021-2022. وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بضمان تطبيق عدد من الشروط وهي السماح بدخول المحصنين فقط للملاعب وعدم تجاوز عدد الجماهير بنسبة 30% من السعة الإجمالية للملعب وأيضا الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة خلال المباريات والتدريبات. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تدشين العمل في مركز العبدلي للتطعيم كوفيد-19 في مقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منطقة العبدلي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور عبد الله السند أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على التوسع في تقديم خدمة تطعيم كوفيد-19 وبعد إتمام العمل في مركز الوفرة وتطعيم نحو 29,000 شخص خلال الفترة من 19 من أغسطس الماضي حتى 2 سبتمبر الجاري. وأوضح الدكتور السند أن المركز الجديد تصل قدرته الاستيعابية إلى تطعيم نحو 2000 شخص في اليوم ويضم 12 وحدة تطعيم وغرفة ملاحظة وغرفة طوارئ وصيدلية مركزية، لافتا إلى أن مواعيد العمل في المركز تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء. استأنفت اليوم الإدارة العامة للطيران المدني تشغيل الرحلات التجارية المباشرة بين دولة الكويت والهند بعد توقف دام لأكثر من عام ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. يأتي تشغيل الرحلات مع الهند بعد يومين من دخول أولى الرحلات التجارية المباشرة مع مصر حيز التنفيذ الأحد الماضي إثر قرار مجلس الوزراء بالسماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 6 دول بعد تعليقها لأسباب صحية. أما عن إجمالي الإصابات حول العالم فقد تخطت إجمالي الإصابات العالمية 222,052,000. أما المتعافين عالميا فقد تخطت 198,668,000 أي بنسبة 89%. أما الوفيات عالميا فقد تخطت 4,590,000 أي بنسبة 2%. كشف المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا أن المغرب أصبح من بين بلدان القارة التي حققت الهدف العالمي للتلقيح في وقت قال خبراء أن الرباط على أعتاب الوصول إلى المناعة الجماعية. وكانت المنظمة الصحة العالمية قد حددت في وقت سابق الهدف العالمي للتلقيح ب10% من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكوفيد-19 قبل نهاية سبتمبر. وفي هذا السياق وجه البروفيسور خالد فتحي الأستاذ بكلية الطب في جامعة محمد الخامس نجاح المغرب في تحقيق أرقام مشرفة في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا إلى السياسة الاستباقية للملك محمد السادس الذي أدار دفة الحرب ضد الوباء بحنكة. بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أكثر من 2,100,000 شخص ما يعني اقتراب تونس من النجاح في تطويق الأزمة الصحية الحادة خاصة في شهري يونيو ويوليو الماضيين عندما تجاوزت الإصابات اليومية بالفيروس 8,000. واعتبر أستاذ علم المناعة محجوب العوني أن مؤشرات الوضع الصحي في البلاد تتجه نحو الإيجابية بعد تزيد تقلص مؤشرات الإصابات والوفيات والإقامة في غرف العناية المركزة. أدعى العوني المواطنين للإقبال على تلقي التطعيم مشيرا إلى أن الحالة الصحية ما زالت تتطلب الحذر خاصة بعد عودة الحركة الاقتصادية وحركة التنقل إلى سالف نشاطها واستئناف السنة المدرسية والجامعية بدخول شهر سبتمبر.
قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنه من المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا. وجاء تصريحات فاوتشي في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض حيث قال أن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية مثل فايزر وموديرنا بعد 5 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء. أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في تراجع ملحوظ عما سجلته في اليوم السابق عند أكثر من 42 ألف إصابة. جاء في بيان وزارة الصحة الهندية تم تسجيل 38,948 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 32.9 مليون إصابة. كما تم تسجيل 219 حالة وفاة خلال يوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 440 ألف وفاة. وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمركز الثالث من حيث الوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل. أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 17,856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة و14,276 حالة شفاء خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو 1463 تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو 891 ثم مدينة باترسبرغ 690. وفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7,030,455 إصابة وتعافى منها حتى الآن 6,285,007 أشخاص فيما توفي 187,990 شخصا. أطلقت كوبا حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا مخصصة للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عاما. هو شرط وضعته الحكومة قبل إعادة فتح المدارس. لقاح سوبرانا هو ثاني لقاح تعلن كوبا نجاحه ضد كورونا. كوبا تعلن فعالية لقاح سوبرانا لمكافحة كورونا بنسبة 91.2%. هذه الحملة التي يستخدم فيها اللقاحان الكوبيان عبدالله وسوبرانا ستشمل في مرحلة أولى المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق، على أن يتم لاحقا توسيعها لتشمل اعتبارا من 15 من سبتمبر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عاما. الحياة تعود تدريجيا، عودة إلى العمل وعودة إلى المدارس، وازدانت الأنشطة الترفيهية للصغار بعودة الأطفال بها، عودة أيضا لجماهير الملاعب إلى المدرجات. بتعاون الجميع عدنا مجددا إلى حياتنا قد لا تكون بشكل مطلق كما عهدناها ولكنها انفراجة جميلة. يتطلب ذلك منا أيضا أن نتقدم بحذر حتى نعود مجددا بإذن الله كما كنا قبل الجائحة. حفظ الله البلاد من كل مكروه. دمتم بخير. إلى اللقاء.